أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، هل هي للمشركين فقط أو أن كلا سيسأل؟ وما الدليل على ذلك؟ السياق في أهل النار، السياق جاء في أهل النار: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. السياق في أهل النار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.